بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. كربيتير التويوتا كورولا، هنبتدي نفك مع بعض من سم الله ونشوف ايه عيوبه وايه عطاله. ما تنسوش صلوا يا حبيبي. بصوا حضراتكم بقى، دي اللي عاوز اقول لكم عليها، جزئية الرشاش، بقيت جزئية الرشاش. بصوا بيبقى ده ترتيبها، ده تقل سوسته زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده في بليه اللي هي ديت زي ما حضراتكم شايفينها كده، دي الحاجات اللي بتبقى هنا. بشوف بعض الاحباب ساعات بيبقوا حاطين ديت كده الاول وبعد كده البليه او مشابه، فهي ترتيبها كده، بليه بليه سوسته اللي هي ديت، وبعد كده التقال ده عليها زي ما حضراتكم شايفين. دي ترتيب الحاجات اللي بتبقى هنا عشان تخلي الرشاش شغال بكفاءة. وحاجة تانية كمان، لو الحاجة دي مش موجودة هتخلي الرشاش دوت طول ما انت ماشي عمال يحذف بنزين وخلاص، بتخليه يحذف بنزين مع الدوسة مع التزويد بس عشان يحرك العربية من حالة السكون للحركة، فبيديني دفعة زيادة عشان تقوم العربية، وبعد كده الدفعة دي بتسكت. فلازم الحاجات دي تبقى موجودة زي ما قلت لحضرتك. بك الصلاصيل الداخلي اللي هو ده، بسم الله، بص حضراتكم بيبقى جاي عليه مصفى عشان ما يخليش الرواسب تيجي تسده. بسم الله، دي مصفى حضراتكم تبقى جاية على البك عشان مفيش رواسب تيجي على البك. لما ده بيتسد ترفع رجلك من الاكسلريتر العربية تبطل، ترفع رجلك من الاكسلريتر العربية تبطل، فلازم تبقى الجزء ده نضيف سالك. دي اللي هي المصفى بتاع البك الصلاصية، دي برضو مهمة. طب لو فكيت ما لقيتهاش، حد كان فكها قبل كده وقعها ضيعها، اهتم بفلتر البنزين، لازم فلتر البنزين تبقى مهتم بيه. في بعض الفيديوهات اللي كنت عاملها قبل كده قلت لكم مستوى العوامه، بصوا زي ما انتم شايفين حضراتكم في كل معظم فيديوهاتي بوريكم مستوى العوامه بيبقى عامل ازاي. طبعا العوامه ده وضعها بيبقى كده جوه الكربيراتير، فهي لما بيرفع البنزين بنزين بيرفعها بنزين بيرفعها كده وتروح قافله. المستوى ده احسن مستوى للبنزين جوه الحوض عشان ما يخليش العربيه تشرق ولا البنزين يبقى زياده زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. وبرده نشوفها كده مع بعض، عوامه سن الابره زي ما انتم شايفين، ووريكم قبل كده بنركبهم بالطريقه ديت، نحط ممكن الابره كده وبعد كده ننزلها بالطريقه ديت او نخليها كده وننزلها كده بالوضع ده وبعد كده نركب البنز بتاعنا. ده بالنسبه للمستوى العوامه. البكات بتاعت الكربيراتير دوت بتبتدي من 101 ل 103 على حسب العربيه داخله دول العالم الثالث اللي هو زي حالاتنا احنا كده او رايحه اوروبا. البكات السرعه طبعا بتاعته، عشان تفك بك السرعه بتفك الطبه ديت ال 14 هنا، طب ال 14 بتلاقي البك جوه اللي هو ده، بصوا كده معايا اللي هو البكات ديت هنا، ده بك الصلانسيل الخارجي او بمعنى اوضح بك البطاله. ده لو مش موصل له كهرباء برضه نفس يعمل نفس العيوب، يخلي العربيه تهف الدواره وتبطل. بصوا بقى معايا شايفين ديت، المكان ده مهم جدا، ده اللي بيركب هنا في بك الصلانسيل بيدي هواء بك الصلاصيه من هنا برضه. وانت لما تفكها اتاكد ان المكان ده سالك، بتحط كده حاجه رفيعه شوكه او ما شابه او سلك شعر وتاكد ان المكان ده سالك كده من هنا لهنا، او تنفخ هواء هتلاقيه جاي لك الهواء هنا المكان ده. ده عشان برضه يكمل بقيه شغل بك الصلاصيه. يا ريت المعلومات دي خلوها احتفظوا بيها وركزوا فيها، عشان في ناس بتفك الكربيراترات ما بتاخدش بالها ان المكان ده مسدود، وتلاقي العربيه بعد ما تركبها ان هي عماله تدخن في الصلاصيل او في الطرق الداخليه تاكل بنزين، والطرق السريعه كويسه نسبيا، فانت عاوز تخليها في الطرق الداخليه برضه كويسه، لازم تتاكد ان المكان ده سالك. بالنسبه لبك الصلاصيل مقاسه الاوريجينال، المقاس بتاعه الاوريجينال
هنا ده 48، 48 ممكن يبقى معاه 50 برضه مفيش مشكله، برضه هيشتغل معاك ومش هيسبب لك مشاكل، بس 50 ده بيبقى على حسب بقى لما لو الكربراتير ده اتخرط، اللي هو اتعمل خراطه هنا للباب، لان زاويه الميل ساعات في بعض الناس بيعملوها مختلفه شويه، فلو زاويه الميل نزلت تحت شويه بتزود بك الصرانصير، زاويه الميل مرفوعه على الفوق نفس الزاويه ديت، فانت يستحسن تجيب بك الصرانصير 48. طب انا مش لاقيه اللي عندي 50، لو ركبته برضو واقفل شويه سنه بسيطه على مسمار الهواء هتلاقيه اشتغل معاك. من ضمن الحاجات اللي انا عاوزك تبقى تركز فيها وتتاكد منها ان المكان هنا بتاع الرشاش يبقى نضيف، بص عليه كده يبقى نضيف، مفيش هنا حاجه عشان ما تعطلش البليه. الحاجه الثانيه تتاكد تجيب سلكه رفيعه طبعا وتدخلها هنا كده، بصوا شايفين، يبقى ده كمان سالك، ده ان شاء الله لو مشيت على الخطوات ديت هتلاقي العربيه باذن الله ظبطت معاك وبقت كويسه.